لعلها من أكثر المواقف غير السهلة سياسياً وربما المحرجة بالنسبة إلى التيار الوطني الحر وتيار المردة على حد سواء، تحديد موقفهما الواضح والصريح من مسألة توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج. أولاً كحزبين مسيحيين تحت العباءة المارونية لبكركي، وثانياً من باب علاقتهما السياسية الوطيدة مع حزب الله وتحالفهما معه، خصوصاً أن أصواتاً سياسية وحزبية سارعت إلى وضع مسألة التوقيف في إطار رسالة الضغط من حزب الله على البطريرك الراعي. بتغريدة خجولة دعم النائب جبران باسيل المطران الحاج وبكركي من خلفه، فيما أدان تياره التعرض للنائب البطريركي مطالبا بتصحيح الخطأ الذي ارتكب باعتبار أن زيارته رعوية ولا تحمل تأويلا ولا مصادرة. أما النائب السابق سليمان فرنجي فاختار أن يسير بين الألغام السياسية، دعم بكركي بزيارة الديمان وحمل المسألة إلى طابور خامس. التيار الوطني الحر بمواقفه من قضية المطران حاج أبدا ما في ازدواجية المواقف، وبالتالي كان موقفه صريح وواضح وبيتفهم الدوافع الإنسانية، ومؤمن أنه المطران حاج كان عم يقوم بعمل إنساني بحت لمساعدة أهالي اللبنانيين العايشين بإسرائيل، وبالتالي مش عم بيقوم بأي عمل ذات طابع سياسي أو ذات طابع أمني. وبالوقت ذاته بيتفهم هواجس حزب الله من أنه يؤدي هذا الشيء وأعمال من هذا القبيل إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي. من هون لازم نحن يعني نتفهم مواقف الاثنين، وكمان في القوانين اللبنانية تحرم نقل الأموال من إسرائيل إلى لبنان، المطلوب الهدوء ومعالجة هذا الملف من الناحية القانونية، ونتفهم الدوافع الإنسانية لإله. نحن مع مواقف البطرك إنه الدافع الإنساني هو اللي كان وراء نقل هيدا الأموال. حزب الله الساكت الأكبر عن فتح أي سجال في هذه القضية، لسيما في هذه الفترة، يحرص وفق مقربين إليه على عدم الاصطدام مع بكركي إعلامياً، مفضلاً معالجة الموضوع عبر القضاء بعيداً من أي مواقف إعلامية من شأنها أن تزيد حالة التشنج في البلاد، لسيما أنه يدرك أن هناك من يريد دفعه إلى سجال مع المسيحيين للإيقاع به، وهو حريص على عدم الوقوع في هذا الفخ. أما لناحية علاقته بحليفيه التيار الوطني الحر والتيار المردة، فيرى مقربون إلى حزب الله أنه قد يناقش هذه المسألة الحساسة معهما، ولكن ضمن القنوات الخاصة لا عبر الإعلام. وفي حين يراهن البعض على توتر في العلاقة قد ينشأ بين الحزب وحلفائه المسيحيين جراء اصطفافهما خلف المطران الحاج واعتبار نقله الأموال مسألة إنسانية بحتة، جاء الرد الحاسم على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي أكد أن المتعامل لا يمثل طائفة. دارين دعبوس، قناة الجديد.